نسخ، ما عندناش نسخة أخرى من بديلة على نور الدين بكر. نور الدين بكر على ممائزة في الوسط الفني والكوميدي، الكوميدي على وجه الخصوص. يعني اشتغلت معاه في عمل وحيد الله يرحمه، مشنا منه إن السند إلا الإنسان اللي كيبغي يعني الخير لعباد الله، ما يمكن إلا تشوفوه ضحك. السلام عليكم، الله يرحمه مسكين. شكرا. إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من أمام مقبرة الشهداء. اللحظة ديال الوصول ديال جثمان الراحل نور الدين بكر، استنفار أمني هنا كبير. لحظات قبل الوصول جنازة، أكيد الله يرحمه الله يوسع عليه. المغربي نور الدين بكر، هذه المدرسة التي تتلمذت على يد العملاق طيب الصديقي في أوائل في نهاية الستينات وبداية السبعينات. نور الدين للإشارة، نور الدين الفنان المتكامل، فكان عنده صرح ما بين الجسد دياله والتعبير ديال الوجه والقلقة الإلقاء دياله اللي كان متميز، وصناعة الكاك اللي كان كيفجرها في وجوه حتى المشاركين معه في العمل، وخاصة أنه منذ مساره الأول وهو يشارك مع عمالقة من أمثال مصطفى سلامات، حميد زوغي، مرورا باسم أحمد الخياري والتجربة الناضجة ديال الحي المحمدي للأسف اللي ما عرفاتش سنوات طويلة في عمرها وتركت لنا أسماء كبيرة، منها نور الدين بكر. نور الدين بكر الصديق نعم، هما كلهم عن طيب صديقي كنتي كتمر من جميع الأبواب ديال الصناعة المسرحية، أنت ممثل وكتساهم في الديكور او ما يسمى من بعد غادي تسمى سينوغرافيا، انت غادي دير المكياج، غتعاون صحابك في الكوستيم، ممكن دير حتى الديزاين، لان يذكر ان نور الدين وفلان كانوا هما اللي كيتقداو التوب باش كيتفصل على الممثلين مع مسرح الناس للطيب الصديقي. ومره اخرى اتوسل الى الله تعالى ان يرحم نور الدين. تكاثرت الاشاعات حول الوفاه ديالو، ولكن اليوم تاكد بشكل رسمي انتقال الى جوار الوفاه. وهي اللغه الحاليه ديال ما يسمى بالويب والانترنت وكذا، يعني هو صناعه الاشاعه، ولولا ان نور الدين مهم وفنان محبوب ما تصنعش عليه الاشاعه. الاشاعه الان في العالم الفني كاين اللي هو كيحرك ناس وكيخلصهم باش يديروا ليه الاشاعه. نور الدين قبل كفنان كانسان، يعني كتكلمني عليه كفنان. انا مسميه القلب الكبير، لانه كما ذكرت سالفا انه يقدر نور الدين يتخاصم معك دابا ومن بعد خاصك تاكد لي انك تخاصمتي معه، فهو ينسى هذا الجانب السلبي، وهذه ماشي مجامله في حق ميت، بالعكس هي الصدق. ثانيا كان يكره الكذب، وكان عنصر المفاجاه عنده في وجه الانسان اللي دار لي شي حاجه. طبيعه الحال لم يكن ذلك الغاضب الذي دائما يتندم على انه عرف ناس وظلموه، لا لم يكن يتباكى، درجة حتى المرض ديالو كانوا كيعرفوه غير مقربين، حتى وصل لدرجة مسكين انه ما بقى ما يتخزن. نعم نور الدين واش حد حقه؟ هو الفنان واخا تعطيه اللي عطيتي ما خداش حقه. انا قلت حقه الفني هو انه لي باراميتر ارتستيك اللي خلى نور الدين، وحنا عندنا معاهد ديال التكوين العالي منهم معهد العالي للدراما في الرباط، فخصنا هذا الاساس هذا هو اللي نعطيه به نور الدين حقه. كيف كدير مدارس اخرى في دول اخرى كيشدوا لي بارامتر ارتستيك ديال شي واحد وكيعلموهم الوليدات والبنيات يبقاو معاهم. شكرا لك استاذ. شكرا لكم. كنشكرك استاذ. اذا متابعينا الكرام، كيف ما قلنا اللحظه ديال الوصول ديال الجنازه ديال ممثل قدير نور الدين بكر، الله يرحمه الله يوسع عليه.
بان هنا اللحظه ديال الوصول. إذن مشاهدينا الكرام وصول جمال الراحل الفنان الخلوق اللي الله يعمرها دار، اللي أكيد كلشي كيشهد بحسن الخلق ديالو، الله يرحمه والله يوسع عليه. وسع عليه. اللهم ان كان محسن فتس في احسانه، كان مسيئا فكفر عنه سيئاته، الله يغفر ليه. هانا لن أقول سقطت ورقة من أوراق شجرة، بل أقول غصن من أغصان شجرة. ودعنا اليوم نودعه ونودع فيه الرجل الصبور، الفنان الصامت، الفنان المحب لمهنته، الفنان المحب لجمهوره. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا التلاحم راه كان طيلة قيد حياته، بعد سمح الله بعد من كان يزوره لي يلتقط صورة وينشرها في الفيسبوك. الزيارة من القلب إلى القلب، الزيارة تكون عبر الهاتف عبر التواصل. عاشرته مدة طويلة، كيف كانت العلاقة؟ وعاشرته في مسار مسرح الحي من 68 تقريبا، ايام المسرح الحال الحد هذا. انا اللي كيعيطوا لي في التليفون حتى واحد. استسمح، لن اجيب على من تكلم ولا يعرف شيء. استسمح وما تقطعوهاش، ما تقطعوهاش عفاكم. شي واحد اللي يدوي بالادله، راه الناس اللي جايين الفنانه ما باغيش يتصوروا وما بغاوش حتى يقولوا كلمه، لانهم جايين مهمومين وهذا. والانسان اللي بغى، مع احتراماتي لكم، دوماج جيتي عزيز. شكرا، اسمح لي. خلاص سي فاري. لا هذا هو الكلام. فينا هو سير دور خان. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام في المعقول. لا راه فينا هو الفنان، فينا هو لا ماشي دابا في الكان. هذا كنعرفو انا. دابا هذا لا ماشي كيسيو، هذا كنعرفو وكنعرفو كسنتا، لا كنعرفو كسنتا. فينا هما هاد الفنانة اللي كتهضرو على الفن والفن والفنانة؟ فينا هي هاد الجمعية ديال الفنانة؟ سي ناصر، سي ناصر، سي ناصر، الحيوان هذي خصهم يسكتوا الى الابد. سي ناصر، عندكم فنان ولا فين هما الفنانة؟ ما باغيش يديروا سيلفي ولا يديروا سي ناصر. سي ناصر، سي ناصر، خليوا هادشي اللي حضر معنا. ها هو الناس، ما تقطعوش.
السلام عليكم. الخبر اليوم مزلكة صاعقة على مجموعة من الفنانين اللي احنا الآن متواجدين بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء للوداع الأخير للفنان مقتدر، فنان السخرية، فنان البهجة، فنان الكوميديا، فنان اللي عطى أكثر من نصف قرن فوق الخشبة وكذلك على الشاشة الكبيرة والصغيرة، الفنان المحبوب عند الجماهير المغربية وكذلك عند الفنانين، الفنان اللي عاش واحد حلة جديدة في مسرح الحي وعطى واحد دينامو لهذه الفرقة ديال المسرح الحي. نور الدين بكر ودعنا، اشتغل إنسان مع أكبر عميد المسرح العربي الطيب صديقي، واشتغل مع فنانين حتى الشباب، اشتغل في صمت ووكب الخشبة والركح في صمت وعدسات الكاميرا في صمت، واليوم يودعنا في صمت. نور الدين بكر ما يقدرش شي واحد يقول شي كلمة في حقه أكثر من المشاهدين، أكثر من المحبين والمعجبين والإعلاميين كذلك. لكي عرفوا نور الدين بكر أنه رجل حياته كاملة في صمت، لا يريد شيء في هذه الحياة، فنجدد عليه الرحمات ونطلب الله يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، وكذلك الله يطول في عمر الفنانين اللي باقين على طريح الفراش. فهذا الغصن اللي سقط اليوم فزاد حزنا على الجماهير المغربية وعلى الفنانين، ومن هذا المنبر نقدم تعازينا لجميع النقابات الفنانين وجميع المعجبين وكذلك الإعلاميين في المجال ديال الثقافة والفن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.